أنا من كام يوم كده في صورة انتشرت على السوشيال ميديا للكابتن محمد شعبان أو فطوطة لاعب مركز شباب سموحة وهو بيحتفل مع زوجته بإحراز هدف. الحقيقة هما لفتوا الأنظار، يعني إزاي هي بتقدم له التشجيع والمساندة في كل الماتشات، ودايماً تلاقيها موجودة معاه، موجودة في المدرج، يعني زي ما احنا شايفين في الصور دي قاعدة ومنتبهة وبتشجعه، وهو حتى لما بيجيب الجون بيروح لها، يعني عشان خلاص بقت هو ده الأساس يعني. خلونا نرحب بكابتن محمد شعبان ومدام نور أشرف، هما معانا على زوم. أهلا بيكم ومنورينا النهاردة في من القلب للقلب. إزيكم؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني انتوا عملتوا حالة حلوة على السوشيال ميديا، ودايما الواحد بقى بيخاف من فكرة الترند لانه غالبا بياخد اتجاه غير اخلاقي او اتجاه فيه تحكم وتهكم وحكم على الاخرين. انتوا خدتوا ترند بحاجة جميلة، فاحنا بنحييكم. يعني انا كواحدة بقيت بخاف من الترند، بقول لكم انتوا عملتوا ترند حلو وجميل ومشجع وفي رسائل كتير، برافو عليكم. يعني عملوا سنة حسنة. عملوا سنة حسنة. والترند ده ممكن يكون سنة سيئة وممكن يكون سنة حسنة. يعني خليني ابدا بمدام نور. انت يا نور بتحضري كل ماتشات الكابتن ولا التدريبات كمان، ولا دي صدفه حصلت مره؟ لا، هو انا غالبا بحضر الماتشات اللي بتبقى في المركز بتاعه، بحاول ان انا احضرها كلها عشان اكون كدعم ليه وكده. اما اللي بتبقى بره مش بقدر احضرها كلها، بس التمرينات لا بحضرها اكيد. بتحضريها؟ انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ 3 سنين. ما شاء الله. عندكم اولاد؟ لا لسه، ربنا ما كرمش. يا رب ربنا يكرمكم باذن الله ويرضيكم. كابتن، يعني انت عارف احنا في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه نادرا نادرا لما بنلاقي راجل زوج بيعبر عن حبه لمراته. انت ما خفتش من بعض الناس اللي ممكن تتهكم او تقول لك هو ماله بيجري عليها كده على طول، دي اكيد بقى مسيطره عليه، دي اكيد متحكمه فيه، دي اكيد، والكلام بقى اللي انت عارفه ده اللي بيهدم مش بيبني؟ ما خفتش من الكلام الناس دي؟ لا والله، هو يعني الواحد بيدور على الايجابي اكتر من السلبي، وهي حاجه تلقائيه حصلت نتيجتها، حتى ورد بتاع الناس الحمد لله ما كانش فيه سلبيات، كان كله ايجابيات. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله ما جاش النقطه دي. يعني ممكن يبقى الناس اللي بره ما تتكلمش، بس هل في الدوائر القريبه اوقات الناس بتبدا تعلق، يحصل غيره، يقول لك هو ليه بيجري على مراته؟ ليه ما فكرش يكلم مامته؟ ليه ما فكرش يكلم اخته؟ صاحبك فين اللي معاك في الحلوه والمره؟ ما حصلش الكلام ده؟ لا لا لا، الحمد لله، لان كل يعني كل شخص ليه دور في حياتنا، والحمد لله مش مقصرين مع حد فيهم، وعلاقتنا بالكل الحمد لله على قد ما بنقدر كويس. يا مولانا، انا لفت نظري، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بس انا عايز اقول له ان ليه الانتقادات قلت؟ لان كل ما كانت الحاجات صادقه وكل ما كانت تلقائيه، الحقيقه بتبهر العيون ان هي تشوف السلبي. فهو لما كان تلقائي وهو قال الحاجه جت كده بتلقائيه، هي الحاجه جت بصدق، يعني التلقائيه اللي بيتكلم عليها جت بصدق، عشان كده وصلت لقلوب الناس. فمحدش قدر يتكلم على ان هو طب يعمل له خيارات، لان المساله صادقه. الله. لو كانت المساله فيها اي نوع من انواع التصنع هيبتدي بقى يقول له طب ليه انت ما اخترتش كذا، لكن هو بيقول له ده مساله جت صادقه. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى يكافئ على الصدق، ان هو يعين العيون على ان هي تتكلف الكذب معاه. بمعنى الشخص الله الصادق. الله سبحانه وتعالى يعمي العيون على ان هي تتكلف ان هي تكذبه، يعني أو تتكلف حتى الناس اللي هي السلبيه اللي عايزه تنتقد هتتعمي، مش هتشوف ده، لمجرد ان هو صادق. بالظبط. في مشاعره او في تصرفه. بالظبط. فاغشيناهم فهم لا يبصرون. من كل حاسد ومن كل حد بيبص لكم بصه وحشه. يعني انتوا من شويه كانت الكاميرا اوسع شويه اعتقد، يعني عليكم كان باين ان هي ماسكه في ماسكه في دي. ايوه. لا انا قاعد لهم قاعد لهم. ده المخرج بيقول لي ده ايديه هو مش ايديها هي. لا ايديها هي. انت حاطه ايديك انت اهي. انت لا لا، ايديا يعني ايه ده؟ كنت اخفى عليك يعني، خليتنا بس هو بس هو اصلا التقارب ده والتلامس ده علامه من علامات انت عارف حضرتك ان دي لغه. نعم. من لغات الحب. فهم. نعم. القعده دي هي قعده بتبين تقاربهم يعني. طب انتوا قاصدين الالوان اللبس تبقوا شبه بعض كده ولا جت صدفه؟
لا والله يا صدفة واحدة وانا معاك وصدفة برضه مش عارفة اشتغل اصلا على البرنامج على طول. ممكن نعمل منتخب بقى، منتخب السعادة وصورة فرحكم ما بينكم. بسم الله ما شاء الله. ربنا يهنيكم ويسعدكم وخليني يعني الترابط الجميل اللي حاصل بينكم ده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ممكن البعض يقول لك آه ما هم أكيد بقى واخدين بعض عن قصة حب عظيمة، أكيد هم هو مريحها وأكيد هي خطيرة معاه، وده نتمناه وإن شاء الله يكون كده. بس هل ده معناه إن ما بيحصلش بينكم بعض الخلافات في وجهات النظر، بعض الاختلافات؟ برضو خلي الناس بالذات المتجوزين صغير بيبقوا دايما متخيلين ان طالما هو سند ليه وانا سند ليه يبقى احنا لازم نبقى عصفورين في قفص ما بنطلعش منه، يعني طول النهار بسيو سيو سيو بس. هو اكيد اكيد يعني بيحصل مشاكل اسريه زي في اي بيت بالظبط، بس الطبيعي يعني الحمد لله ما بيحصلش مشاكل كبيره، بنقدر نوصل لحل بالمداوله بيننا وبين بعضينا الحمد لله، يعني ما بيحصلش مشاكل كتير. أهم حاجة إن إحنا حتى مشاكلنا لأ مع بعضينا محدش بيعرف عنها حاجة خالص ما شاء الله، ولا أهلي ولا أهله، وإن إحنا أخذين قرار كده إن حتى لو إحنا مختلفين في أي حاجة إحنا مش هينفع إن إحنا نبقى زعلانين. أنا ممكن أختلف معاك بس إحنا هنرجع في الآخر وهنتصالح وهناكل سوا والموضوع هيعدي، يا إما أنا هاجي على نفسي يا إما أنت هتيجي على نفسك يا إما هنوصل لحل مشترك. يا نور كلامك جميل يا نور ما شاء الله. انتوا خدتوا كورسات قبل الجواز ولا دي حاجه جايه كده بالفطره ولا جايه بايه؟ لا والله هي جايه بالفطره عادي، هو احنا بس كنا قصه حب واتجوزنا بعد 6 سنين خطوبه، وكان ناس كتير قوي مراهنة على فشلنا وان احنا مش هنكمل عشان سننا صغير، وان هو اللي خطبني واحنا في الكليه وكده، وناس كتيرة قوي كانت شايفة ان العلاقة دي مش هتكمل وان احنا هننفصل او مشاكلنا هتبقى كتير بسبب ان احنا سن واحد تقريبا نفس السنة، بس احنا خدنا قرار ان احنا لازم نبقى قد المسؤولية ديت وان احنا نثبت لهم لا ان احنا قرارنا صح وان احنا الحمد لله عارفين نتحمل المسؤولية كويس ان شاء الله. والحمد لله ده تصدر لكله يعني الحمد لله، وعلاقتنا سواء بأهلي او بأهل محمد كويسه جدا الحمد لله، والعائلتين بقوا اصدقاء. انا عايز اقول بس نور ومحمد كلام، يعني انتوا اولا انتوا بتقدموا نموذج مهم جدا جدا في مساله مسانده لبعضكم، بس انا عايز اقول لك حاجه يا محمد، ان ساعه ما بتحس بمسانده نور انت في الحقيقه انت بتساندها، عارف بتساندها ليه؟ يعني في الوقت اللي انت بتستمتع ان هي بتسندك انت بتساندها انت ليه؟ طيب لان انت بتساندها ان هي تحس ان هي ليها قيمه في حياتك، وده بيحسس المراه بحاله من حالات الامان بيفتقدها كثير من الرجال، اللي هو يا ساده ايها الرجال لو سمحتم اذا اردتم ان تساندوا زوجاتكم لو سمحتم حسسوهم ان هم مهمين في حياتكم. انت لما حسستها ان هي مهمه في حياتك هي حست ان هي الدنيا وما فيها. دي نقطة مهمة جدا يا مولانا، لأن الرجالة كتير بتفتكر إن أنا أخد سندي من ست إزاي يعني؟ يعني عارف الفكر ده، يعني أنا سند ليها إنما هي تبقى لا سند ليا ليه؟ ده لا ينفع لا شرعا ولا ينفع حياتيا. يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي لم يكن يحتاج إلى أحد لأنه حبيب الأحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك السيدة خديجة راح للسيدة خديجة قال زملوني زملوني دسروني دسروني. فماذا فعلت السيدة خديجة؟ أنتم متصورين أن حضرة النبي صاحب الوحي كما يقول كما يسميه الإمام الشافعي تأخذ السيدة خديجة من يده، السيدة خديجة عليه السلام الكبرى تأخذه وتذهب بها إلى ورقة بن نوفل، وقبل كده شوف كم المساندة، والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعينه على نوائب الدهر. إيه ده؟ هذا الكلام قمة المساندة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نشوف حضرة النبي عاش بهذه المساندة وحفظها جميلا للسيدة خديجة، فلما كلمته السيدة عائشة على السيدة خديجة قال لا والله لم يرزقني الله بخير منها لقد صدقتني حين كذبني الناس. الله إذا هذا هو الكلام وسند ومن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم سنده لمراته أو مساندة مراته ليه. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ولو هنختم فقرتنا مع حضراتكم إيه النصيحة اللي ممكن توجهوها لكل اتنين متجوزين وخاصة لو في سنين الأولى كده زي حضراتكم؟ هي أول نصيحة إن هما لازم يتقبلوا بعض ويعرفوا إن مفيش اتنين متشابهين خالص، لازم هيبقى فيه اختلاف،
بس هم لازم يبقوا دعم لبعض، حتى لو انت شايفة او العكس، يعني ان انت شايف ان ميوله مختلفة او هو مثلا عنده موهبة او بيحب حاجة معينة او مثلا عايز يجذب في تجارة او اي حاجة، لازم تكون سند ليه ولازم تكون سبورت ليه دايما. بس وان كابتن محمد انت شايف والله هو اللي تقولها للرجالة بقى. الحمد لله يعني الرجالة بالنسبة لنا احنا اهم حاجة في اولوياتنا طبعا بتبقى بعد الشغل وبعد كل حاجة ان احنا نلاقي راحتنا في البيت. نعم. ودي بتساعدنا طبعا عليها لما تكون الزوجة زوجة صالحة ومتعاونة مع جوزها. فبالتالي هو بيعمل كل حاجة في قدر استطاعته عشان يحاول يعيشها دايما تعيشها كويسة ودايما تبقى مبسوطة ودايما تحس ان هو ظهر وسند ليها. يا رب. احنا النهاردة احنا بنشكركم شكرا جزيلا، والنهاردة كان معانا يعني قلنا نموذجين، حضرتك وكابتن محمد شعبان ومدام نور، وان شاء الله توصل وتكبر في مجالك وتفضل تكون برضو بتعلن سند زوجتك ليك زي ما فعل كابتن محمد صلاح زي ما قلت في المقدمة، هو النموذج الاول اللي قدمناه لما خلى زوجته الجميلة هي اللي تطلع وتستلم الجايزة مكانه. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوا.